شوف هتعرفوا دلوقتي الفولية نفسها كمان لما بتكبر وتبدأ تستوي كده بيبقى الحجم بتاعها بيتضاعف. دلوقتي انا هجيب حلة مية سخنة ملياها النص، بس يفضل ان انتوا تجيبوا حلة كبيرة عشان انا اللي معايا دي فارط. انا بقول لكم اهو معلومة من الاول، هنجيب حلة اكبر يعني لو الفول يتحط فيها وزيادة، لا هاتوا الاكبر منها مقاس. بعد كده هاخد الفول بتاعي كده اغسله تحت الحنفية مجرد غسلة خفيفة خالص، وبعد كده اول ما الحلة بتاعتي تبدأ تعمل فقاعات بالشكل اللي انتوا شايفينه، هي لسه ما غلتش بس عملت فقاعات لدرجة ان هي خلاص قربت تغلي. دلوقتي معايا معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم، دي العادية خالص اللي احنا بنجيبها من عند العطار. بعد كده هنزل بالفول بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه واكتم عليها كويس قوي الحلة لحد، ودرجة طبعا البوتاجاز انا هحطها على اعلى درجة. اول ما يبدأ يغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وياخد غلوة في التانية في الفول، بعد كده في الوقت ده بجيب معلقة من الكمون. الكمون بقى هنا ليه؟ عشان ده اللي هيطلع لي كل السموم، ده اللي هيقلل لي الانتفاخات، ده اللي هيهدي لي القولون لما اجي اكل الفول، لما اجي اكل يعني. في ناس من معلقتين بتتعب، لا كلي كلي ومش هتتعبي. ليه؟ ان احنا هنطلع كل السموم فيه. حطينا كمون لدرجة ان احنا خلينا الفولة نفسها تبقى متغلفة بالكمون، تبقى زي بديكي حاجة وجواها مسكن، بس حاجة طبيعية. شايفين؟ شايفين طبعا لما بدأت حطيت الكمون